بآل محمد عرف الصواب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من يوم تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني شمس العلوم وبحرها وأمانها باب القداسة باهر البرهان نور الإله وحجة التقديس في الدنيا وفي الأخرى لكل زمان باب الهداية والوفا المولى الرضا روح الإباية في ذرى الإمكان فرحت به الأملاك عند مليكها وغدت تقدس خالق الإنسان يوم الولادة قد أنار الأفق من نور الوليد مشيد الأركان هذا الوليد تقاربت ساعته نور له يبدو مدى الأزمان صلى عليه الله صلى عليه الله خلاق الورى ما قامت الولدان وسط جنان صلوا عليه صلوا عليه وآله وتوصلوا في قول خالقكم بكل زمان قبل قراءة المولد يتفضل الأخوة الكرام بالجمع هذه الليلة سيكون لمريضة من داخل القرية الجمع هذه الليلة لمريضة من داخل القرية أعان الله من أعان هذه المريضة وشفاها الله من سقمها الفاتحة لأرواح من طبعا قاموا بهذه الليلة إبراهيم ماجد سيف أم مجيد سيف وأم حسن علي خلف رحم الله من قرأ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول، يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. فلما حملت تكتم أو نجمة بالإمام الرضا لم تشعر بثقل الحمل، وكانت تسمع في منامها تسبيحا وتهليلا. قال الراوي بسنده عن علي بن ميثم عن أبيه قال: سمعت أبي يقول: سمعت نجمة أم الإمام الرضا بن الرسول محمد. تقول: لما حملت بابني علي الرضا عليه السلام لم أشعر بثقل الحمل، وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطني، فيفزعني ذلك ويهولني، فإذا انتبهت لم أسمع شيئا. وهكذا تتابعت أشهر الحمل بأم الإمام الرضا وهي في أتم الفرح والسرور. وفي يوم الخميس الحادي عشر من ذي القعدة سنة 48 من هجرة النبي محمد، شعرت نجمة بقرب ولادتها، وبينما هي كذلك إذ ضربها الطلق، وإذا بها قد وطعت بالإمام الرضا أفضل. فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، المهدي المنتظر، المهدي المنتظر، المهدي المنتظر. متباركين، وأدام الله أفراحكم إن شاء الله وأبعد عنكم كل سوء وبلاء. الله يبارك لكم إن شاء الله بهذه الليلة. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.